هو الكتاب كل حريم الهانم محاولة مني لتحصين مصر من الوقوع في حقيبة يد امرأة ايا كانت هذه المرأة حتى لو كانت زوجة الرئيس. الحقيقة الكتاب جات لي فكرته بعد ما شفت برنامج الأستاذ عادل حمودة كل رجال الرئيس، لاني حسيت ان هناك شيء ما مفقود في هذا البرنامج. حسيت ان دور السيدة الاولى خاصة في السنوات الاخيرة من حكم الرئيس مبارك كان وصل درجة تأثيره لنفس درجة تأثير رئيس ان لم تفوقها في اوقات كتيرة. فكنت شايف ان مصر لم تكن تحكم بكل رجال الرئيس ولكنها كانت تحكم بكل حريم الهانم. من هنا جت فكرة الكتاب وبدأت اجمع مادته. بدأت طبعا احاول اعرف مين هي الهانم. قريت كتير جدا حاجات وثائق متعلقة بسوزان مبارك ومنذ ان كانت طالبة في الجامعة او حتى في مرحلة الثانوي، مرورا بكل مراحل عمرها والتقلبات والتغيرات الكبيرة جدا اللي طرأت على شخصيتها في السنين دي. يعني مثلا نجد ان السيدة سوزان مبارك اللي كانت في فترة ما كان زوجها ضابط في القوات المسلحة بتسكن في شقة في مصر الجديدة متواضعة جدا ذات طموح متواضع جدا، هي نفسها السيدة سوزان مبارك اللي عرف عنها عشقها الكبير للمجوهرات في المراحل المتأخرة. السيدة سوزان مبارك اللي لما كان جوزها نائب رئيس الجمهورية حسني مبارك كانت بتدرس وطالبة في الجامعة الأمريكية وكانت لا تذكر على الإطلاق أن زوجها هو أحد أقطاب النظام الحاكم في مصر أو نائب رئيس الجمهورية. هي السيدة سوزان مبارك نفسها اللي بعد كده بقى لها كوتا للتعيينات في الوزارات، واللي كانت بعض الجهات الأمنية بترفع تقاريرها للسيدة سوزان مبارك قبل ما ترفعها حتى للرئيس مبارك نفسه. هذه التحولات والتغيرات في حياة السيدة سوزان مبارك بسطتها في الكتاب من خلال وثائق ومستندات وروايات من المقربين للسيدة الأولى والصحفيين والإعلاميين اللي كانوا مسؤولين عن تغطيات السيدة الأولى. السيدة الأولى كان عندها بعض السمات اللي في السنوات الأخيرة كانت واضحة بشدة، زي الغيرة مثلا اللي أدخلتها في صراعات سواء مع بعض الفنانين وبعض الفنانات أو حتى مع زوجات رؤساء وملوك موجودين في الوطن العربي، وتسببت في مشكلات كبيرة لمصر كدولة مش بس للسيدة الأولى أو للسيد حسني مبارك رئيس الجمهورية في وقتها. كمان كنت معني أكتر كمان من استعراضي لشخصية السيدة الأولى بالمحيطات بالسيدة الأولى وكيف استطاعوا أن هم يقتسموا هذا الوطن بينهم برعاية السيدة الأولى. تجدي مثلا أن السيدة اللي كان موكل لها تعليم سوزان مبارك الاتيكيت في فترة ما كان محمد حسني مبارك نائب رئيس جمهورية هي نفسها السيدة التي اقتطعتها جمعية أهلية مهمة من الجمعيات الأهلية الموجودة واللي كان لها حسابات موجودة دلوقتي عند النائب العام بيتحقق فيها. هتجدي مثلا ان هناك سيده اخرى كانت جاره للسيده سوزان مبارك وكانت بتركن اليها في انها تترك لها اولادها في مراحل زواجها المبكره. هذه السيده اقتطعتها السيده سوزان مبارك جزء من حصيله البترول المصري الضخمه من خلال شركات شراكه مصريه اوروبيه بشكل وهمي طبعا على الورق، وهذه الاشياء في قيد التحقيق عند النائب العام. هتلاقي مثلا سيدة أخرى كانت زوجة لأحد الوزراء تعرفت على سيدة سوزان مبارك خلال رحلاتها لبنان وكانت هي اللي بترتب لها تبقى زي مرشد سياحي لها في سفرياتها لبنان. هذه السيدة استطاعت أن تدفع بزوجها رغم كل التقارير المخابراتية اللي قالت أنه المفروض لا يصلح لمنصب الوزارة، لأن السيدة سوزان مبارك صممت وخالفت التقارير الأمنية وكان واحد من أهم الوزراء اللي كانوا موجودين في مصر واللي هربوا بعد الثورة بثرواتهم. كتير جدا من المعلومات هتلاقيها موجودة عن سيدات كانوا وزراء أو كانوا وزيرات وكنا سيدات أعمال معروفات استطعنا إن هم يوصلوا لكل لمثلث الثروة، يدخلوا إلى عالم الثروة والسلطة من خلال الباب الأكبر في عهد حسني مبارك هو باب السيدة الأولى السيدة سوزان مبارك. أعتقد إن الكتاب مليء بالحواديت المثيرة جدا المسندة لمصادرها في كل الأحوال، يعني سواء كان هذا المصدر تحقيقات نيابة أو كان روايات من أشخاص مقربين أو كان وثائق زي مثلا وثائق ويكليكس اللي اتكلمت كتير عن السيدة سوزان مبارك كاللاعب الأهم في قضية أو في ملف التوريث في مصر. يعني الكتاب متطرق لمناطق كتير جدا زي ليه مثلا السيدة الأولى كانت بتفضل علاء نجلها الأصغر جمال عن نجلها الأكبر علاء، وليه دفعت باتجاهه هو في مشروع التوريث كان بيتضمن امال واحلام السيده سوزان مبارك بان تكون الملكه الام. ويعني اعتقد الكتاب مليان حواديت مثيره جدا تعطي انطباع لقارئها انها لم تكن مصر التي نعرفها جميعا ولكنها كانت مصر السيده الاولى سوزان مبارك. الكتاب انا بدات فيه بعد الثوره بعد ما انهيت كتابي.
كتابين قبله، كان الكتاب الاول متجمعين في تورا، كان كتاب ادب ساخر بيتناول يوميات الوزراء والمسؤولين في سجن المزرعه، بعده كتبت العشر المبشرون بحكم مصر في فتره الانتخابات، ثم بدات في كتاب كل حريم الغانم. الكتاب خد تقريبا في حدود من اربع لخمس شهور في تجميع الماده، لانها طبعا كان فيها ماده كتير محتاجه ترجمه زي الوثائق وثائق ويكليكس وغيره. كمان كان فيها تجميع ماده او داتا ومعلومات من مندوبين صحفيين او اعلاميين، من مندوبين الرئاسه او من الناس اللي كانت مقربه من السيده الاولى. الكتاب ضخم يعني كبير في حدود 220 صفحه من الخطأ المتوسط. يعني اعتقد ان هو يبقى في وجبه دسمه للي عايز يعرف كيف كانت تدار مصر في